فالفكرة ان هو المفارقة ان هذه الحرب في جولتها الاقرب اذا انتهى، اذا انتهينا الوقف اطلاق النار، سوف تنتهي بالقضاء على نتنياهو وليس القضاء على حماس. يعني صحيح. يعني ببساطه شديده. صحيح. اما فكره وهو مدرك ده، عشان كده هو مش هو عايز مدرك هتخلص. غريزيا. صحيح. هذا رجل يتحدث بغريزه السلطه. وظل في السلطه ل 16 سنه، هو اطول رئيس وزراء اسرائيلي في منصبه الى اليوم. وطبعا كاد يتعامل اطول واسوأ وكاد يتعامل معها على نحو ملكي. يائير ابنه على سبيل المثال تحول الى ظاهره، كانوا يلمون الشباب في تعبئه الاحتياط وهو مقيم في ميامي، وتصرف عليه السلطه الاسرائيليه وعلى تامينه وفريق امن مخصوص وكذا. فهنا وهو ايضا يخشى الذي سيحدث انه سيخرج من السلطة إما إلى المزابل التاريخي السياسية أو إلى السجن، لأنه لديه قضايا مشهورة بأسماء بأرقام 100 و200 و300 و400 قضايا فساد يعني وكذا. والنهاردة المحكمة العليا اللي هو نقيض لها وخاض مع حلفائه اليمينيين الأكثر تطرفا الحرب ضد المحكمة العليا في هناك بدعوة انه الكنيسة هو الذي يجب ان يحكم واغلبيتنا هي التي يجب ان تحكم، لا دور للمحكمة في تقدير معقولية ان يشغل فرد ما منصبا وزاريا. لانه مثلا على سبيل المثال بن جفير حتى طبقا للقوانين الاسرائيلية ذاتها وطبقا للمحاكم الاسرائيلية ذاتها وحكم في 18 قضية ارهاب، فهو مجرم سوقي، اصبح الان وزيرا للامن الداخلي وكذا. فانت بصدد اللصوص بالمعنى الحرفي المتفق عليه في كل الدول حين يحكمون، لكن لا أهداف واضحة. في متاهة. السبب المتاهة ببساطة أنه حدث ما لم يتوقعه لا الأمريكي لا الإسرائيليون توقعوا ولا الأمريكيين توقعوا، أن تكون المقاومة بهذه الشراسة في غزة. هم توقعوا عشان كده عشان انها ايام دي يا استاذ عبد الحليم اسبوع او اتنين. انا مش عارف طبعا، يعني هو بالتاكيد اسرائيل في متاهه من الالم الشديد بتاع 7 اكتوبر لسه ما فوقوش منه، بس انا اعتقد ان هم فعلا كانوا يعنوا الاهداف الاولى نظرا لثقتهم في جبروتهم وفي اله الحرب طبعا الاسرائيليه، ثم بعد الفشل غيروا الاهداف جبرا. لا، كان هناك ثقه في جبروت اله الحرب الاسرائيليه واله الحرب الامريكيه، لانه اضافه القواعد الامريكيه القائمه إسرائيل بالفعل من نوع القاعدة في النقب، هناك تدفق هائل من الأسلحة، وبدون المرور على الكونجرس الأمريكي كالعادة لدعم الحرب الإسرائيلية. لكن ثبت للطرفين ببساطة أن ما طرحوه من أهداف هي محض أوهام وهلاوس، لأنه هم لم ينجحوا إلا في شيء واحد مشين لأي دولة في الدنيا أو لأي إنسان في الدنيا، هو ارتكاب جرائم حرب إبادة، جرائم حرب وإبادة جماعية. كل الجرائم التي وضعوها بأنفسهم هذا الغرب في جدول محكمة الجنائية الدولة ارتكبوها بذاتهم.